السلام عليكم حبيباتي، كيراكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. نتمنى تشاهدوا الفيديو تاع اليوم مع كوزينه ديال سامبل فاسيل. جيتكم اليوم ان شاء الله نوجدوا طاجين الزيتون. ان شاء الله نوجدوا مع بعض بطريقه كما نقولوا تاع اعراس، تاع مناسبات هكا، تاع عرضه. نعرفوا بلي حنايا الغرب نديروا بزاف الزيتون، ناكلوا بزاف الزيتون، هذه حقيقه. بون، قبل ما نبدا بالوصفه نصلوا وسلموا على حبيبنا المصطفى عليه الف الصلاه والسلام. انا وجدت هنايا للوصفه غليت الزيتون، درتها غليتها مع شويه تاع ليم، باه هي شغل يصفيه. ما غليتهاش بزاف، غليتها غليه وحده. انت على حسب الكاليتي تاع الزيتون تاعك، لا شتي فيه مروريه ولا غليه دو فوا، دير له خل، دير له لين، دير له انت كيما فات تغلي. حنا الزيتون تاعنا شباب، دونك غليه وحده، غليته واحد 10 مينوت ولا ميم با وصفيته. وفيري فيه، ماذا بك تفيري فيه الحبات الا كنت شاريه تاع ميزان ولا حنا نشوف تاع الكونسيرف هكاك قواطه تاع زاج. دونك انت فيري فيه توشي الا كاش وحده راه فيها العلفه ولا. بون، وجدت معاه ربطه معدنوس، شويه ليم اللي قلحت لها لي بيبان. انا نبغي ندير الليم في الزيتون. درت حبه بصل كبيره قطعتها هكاك مربعات رقاق، وزوج فصوص ثوم. للتتبيله عندي نص ملعقه تاع سكنجبير، ربع ملعقه تاع حرور، ونص ملعقه تاع صغيره تاع قهوه، تاع كركمه، كركم ولا انت تخلي بزعفران خلي بزعفران. دونك انا نقلي بالزبده. هذا كبداية غادي نوجدوا الزيتون، المرق تاع الزيتون، من بعد نفوتوا للمرحله الثانيه تاع اللحم كيما نقولوا تاع لا فيوند داشي. انا نقلي بالزبده، صح؟ انا الزيتون نبغي نقليه بالزبده، تبغي تقليه بالزيت انت حر. غادي ندير البصل هذاك مع الثوم يتقلوا. فهذا انا الزيتون تاع داري كيما نقولو كنديره لولادي عادي، ندير فيه لاصوص طوماط وندير فيه لي كاروط مع الجزر. بصح انا كي نديره بياك ولا نصوبها هكا بياك ولا منديرش فيه، ما ندير فيه لا لي طوماط كونسونطخي لا لي كاروط، نديرها كيما نقولو صفر. فوالا، نقلب هداك البصل شويه. كاين اللي يدير فيه الرند، صايب؟ كاين اللي ميديرش معدنوس، كاين اللي يدير ورقة رند. بون، انتي ولا الذوق اللي موال فاتاه واللي يعجبك. كيدبال شوية هداك البصل، شي ثاني خرج، وحزم وحكم في التمريق تاع الزيتون. غادي ندير أنا هدوك لي زيكيس. الزيتون كاين زوج صوالح ننصحكم بهم، كاين زوج صوالح تحفظوا روحكم منهم في الزيتون، اللي هما الملح والماء. الزيتون ما يشربش، دونك التمريق تاعه يجي قليل، والزيتون ديجا مالح، دونك حفظي روحك في الملح. بارفوا انا با بيزوان داجوتي لو سيل كاع، ما نزيدوش كاع. خلطنا الزيتون ونخرج الحاجه ونحطها في المرق. غادي ندير قد كاس ونص تاع ماء، نحسب الزيتون لي عندي، غادي نخليه، نزيد شوية، غادي نخليه، نقدر لي نشوف هداك البصل شوية طاب، ونأجوتي له المعدنوس، مع مع هاد الصوالح، مع الزيتون، مع الليمون. في بعد ما هذاك البصل تاعنا اللي درناه وتو غير شويه يغلي، غادي حنايا نضيف الزيتون مع المعدنوس مع داك الليمون. انت الا كنتي ما تبغيش الليمون مش قاش ديريها، انا جوست جان بيان الليم هذاك اللي يزيد ان بو شباب، ديك الحموضيه كاع شابه فيه. فوالا، غادي نزيد شويه تاع ماء ماشي بزاف، انا دايرين واحد دو فيغ تاع هذا المكان، ونديرها غير هكاك بلا عليا نبلع بالصفاره. بون، دروك غادي نوجدو حنايا لا فيونداشي تاعنا. اوكي، هنا شنو نسحقو لا فيونداشي؟ انا ديت فيونداشي كمية على حسب انتيا شحال وشحال باغي ديري. درت معاها بصل غابي اولا رقيق، ندي شويه معدنوس مقطع هكا رقيق،
ملح ملح ما نملحوش بزاف باسكو الزيت ديجا راه مالح، والحرور هادو غادي نديرهم هنا. غادي نسحقوا البيض اللي كنا غليناه ونقيناه، وغادي نسحقوا حبه بيض اللي غادي نلموا بها هنا الميلونج. وديت انا لا شابلور، اوكي نتيا ما تخدميش بلا شابلور، عندك خبز يابس ولا شم خيه في الماء ولا في الحليب عصريه وضيفيه لل لا فيون داشي تاعك، باسكو هذاك اللي تزيدي خبز غادي يطري لنا يخلينا الكفته تاعنا طريه. او ميم طون انا زيد شويه تاع زيت فيها، علاه؟ باسكو هي ثاني الزيت يعطيها طراوه. قدري لي غات اكل تاع زيت هذا مكان انا تلها الميل دوليفا. بون شوفوا شيرت راني مبان صح دروك. هنايا الاخر هذا غادي نزيد شويه تاع شابلور، هي غير باش تبعد لنا طريه. جيسبر تخليني تخلي لي البلاصه هذيك نخدم. اوكي سي با غراف هكا لا شابلور، تعرفوا بلي انا كي نخدم لا شابلور نخدمها معطره ديجا، دونك با لا بين نزيد لها كاع شدرت في الزيتون لي زيبيس، باسكو راهي ديجا شابلور ايبيسي. ولو لي فيديو تاوعي الوالا في بدايه لي فيديو تاوعي تلقوا لا شابلور ايبيسي اللي درناها، واجده تجي تجي روعه بنينه. كي تبغي تخدمي حاجه مملحه ترمديها ولا كسموهم ترمدي فيها في الزيسكالوب ولا تكون واجده عندك بلا ما تعطري. فوالا ديجا ريحتها شابه كيما هكا. نخلطو حنايا كاع هاد العناصر ندخلهم في بعضهم بعض مع لا فيون داشي كيما هاك. كي شوفوهم تخلطو شو ما درتش بزاف شابلور غير شويه، غادي نقدر هذيك الحبه تاع البيض هنا وغادي نخلطها غير شويه ونبقى نزيد منها في هذيك لا فيون داشي تاعي كيما هكا. نزيد غير شويه تاع بيض باش الكفته تاعي تجيني طريه و اون طون تتلايم غايه، هي تتلاي ماشي ما تلايش بصح ما يجيوهاش باش ما يجيوهاش هذوك لي فيسيور التشققات ما يجيوهاش بعد يتعرى البيض تاعنا. فوالا كيما هكا نخدم زوج يدين غير باه ما نديرش ديكا ما نشتتش نتحكم فيها. فوالا ولادي مام دايرين ايوا ماشي ساهله باش ديري فيديو ولادك في الدار ديري فوضى ربي يحفظهم ربي يحفظ كاع الوليدات. بون هنايا دوك غادي نجو نسد هادو انايا دوك غادي ندو البيض تاعنا حنا اللي فيضناه. انت ما تغليهش بزاف حتى قلبها يخرج، اوكي البيض ما تغليش حتى يولي يتوق، غليه شويه خاطش غادي يزيد يطيب بعد في المرق تاع الزيتون. غادي ندو كونتيتي تاع كفته تاع فيون داشي كيما هكا مثلا شوفوا هكا غادي نحلوها صحيح نحلها هكا في كفي ما يلخش تشقاق ما يلخش نخلو ان ترو ولا نحكمو الحبه تاع البيض المغلي تاعنا ونديرو هكا ونبلعو عليها بهذه الطريقه نخرجوا منها داك الهواء ما نخلوهاش الهواء باش ما تطرطقناش. فوالا نبلعوا عليها بيان يليق البيضه ما تبانش يليق يكون كيما نقولوا اللحم هذا نخدموه ليس. فوالا فوالا غلفوها بهذه الطريقه كاع الحبه تاع البيض اللي عندنا نخدموهم بهذه الطريقه نفس الطريقه. غادي ندي ندير لو كرو هذاك ولا ايطاليها وندير فيها الحبه تاع البيض المغلي حبه بيض فايده ونبقى نمشي في ديك الكفته بحيث ما نديرش ان ترو من جهه واحده اخرى الا تقعد ديك الكفته غير مغطيه الحبه تاع البيض. فوالا وفوتها كيما هاك
غادي انا نكمل بنفس الطريقه ومن بعد نرجع لكم. بولي في انايا كملت هذوك الحبات تاع البيض غلفتهم، الكويرات شويه تاع الكفته اللي بقات درتها كويرات كيما هكاك. غادي حنايا في هذه الاثناء غلا غايه داك الزيتون داخل مع البصل وكاع، غادي ندير هذوك الكويرات تاع الكفته صاي خلينا شويه باه يقدوا بلايصهم، ونزيد هاد الليبون تاع اللي درناهم البيض مغلف بلا فيون داشي، غادي نسدفوهم كاع في القدر تاعنا ونبلعو ونخليهم يطيبو. هنا ندير هاد الطريقة هكا، ندير عليها بون نوريكم فوالا لي فين نوريكم الداخل سا دون سا. دوك من بعد كي يغلي وكاع غايه غادي كاع طياب يلحق، حنا نقعدو نهزو لاكوكو تاعنا ولا الطاجين تاعنا دو طون زون طون نهزوه شويه باش هذوك المرق كاع يتوشي كاع هذوك لافيون باشي تاعنا لي في. نسيت ما قلتلكمش قبل ما مين تسبغوا تطفوا على الزيتون تاعكم صاي كي تعرفوا بلي سي بون كلشي وجد، غادي توجدوا واحد الدرسه ياك الدرسه هذه شافيها فيها توم كما راكم تشوفوا، توم تقطعيه رقيق ولا ترابيه، فيها معدنوس رقيق غير شويه، وفيها عندكم شحال كرويه سباي تبان لكم ولا لا، هاي الكرويه قزه كرويه واحد القرصه قرصه برك تاع كرويه، هذه الدرسه ديريها مع التالي اوكي، تخليه تزيد تغلي غليه وحده وطفي عليه. هذه هي البنات اي فوالا حبيباتي طاجين الزيتون حنا تاعنا راه واجد، درت له حبه شامبينيون كيما هكاك اللي قليتهم في شويه زبده، والكفته هذيك مع البيض قطعتها هكاك دوائر فوالا تجي كيما هكاك شابه في المنظر شابه في الذوق، الكفته تاعها طريه بنينه رفقتها بديفخيت كيما هكا ما بغيتش نحطهم فوقها من بعد يحطوا فوقها باش ياكلوا، ودرت خبز منزلي راه عندكم الوصفه ديجا في القناه تاعي فوالا، راه عندكم الوصفه عده وصفات تاع خبز منزلي في الدار هاولا الزيتون. ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم عجبتكم البنات، ما تنسوش تدعموني قناتي محتاجه لدعمكم محتاجه لي زونكوراجمون تاعكم باش ننشط اكثر باش ندير اونكور وصفات اونكور اونكور. نقول لكم ربي يحفظكم على الدعم، الناس اللي مدعميني دائما دائما حاضرين لي كومونتير تاعكم ربي يحفظكم يعطيكم ما تتمنوا. ما تنسوش اللايك ما تنسوش ان تي كومونتير صافي توجور بليزير دو فو لير. نقول لكم الى الملتقى بحول الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.